صباح الخير مرة تانية مشاهدينا، برحب بحضراتكم. ويعني أول أمس انتهت فعاليات المؤتمر أو الملتقى الدولي الأول للشباب المسيحي والمسلم. حوالي 40 شاب من تحت 30 سنة، وكانوا بيلتقوا لأول مرة من دول العالم المختلفة. ما نتكلمش بس عن الشباب المصري المسلم والمسيحي، لا، بنتكلم عن شباب العالم المسيحي والمسلم في لقاء فكري. إزاي بيتكلم معاهم وبيتحاور معاهم أيديولوجيا عن صور الأديان في عقولهم، لأنه الأديان الديانات الثلاثة ما بتختلفش كتير في مفاهيمها الإنسانية والتعايش السلمي. هو ده اللي كان بيتكلم عنه المؤتمر في لقائه الأول، والمفروض أنه في توصياته أنه يبدأ يقام كل سنة وفي دولة مختلفة. هنتكلم عن توصياته وازاي التوصيات دي يكون ليها ضمانات يعني تنفيذها على أرض الواقع، وما تكونش توصيات مجرد على ورق، ونستفيد بيها فعلا في تشكيل عقول شباب الجيل الموجود، عشان هم فعلا الشباب المفجر والمليان بالطاقات، وهو اللي دايما بيقود الدول، وهو اللي بتقوده الجماعات التكفيرية والإرهابية وبتستقطبه من كل دول العالم علشان تقدر تقود بيه حروبها. خلينا النهاردة نتكلم في حوارنا المفصل عن الملتقى ده وتوصياته مع الدكتور ثروت قادس، رئيس مجلس الحوار والعلاقات المسكونية. دكتور صباح الخير، بنرحب بحضرتك والحمد لله على السلامة. أهلا بيك والله يسلمك. اسمح لنا نبدأ الحوار مع حضرتك، ولكن نتابع في البداية تقرير مناصر. نتابع. أول ما يؤكده الأزهر في رسالته إلى العالم أجمع عبر لقائكم التاريخي هذا، هو أن الأديان السماوية وآخرها الإسلام تؤكد تكريم الإنسان واحترامه، وتحرم سفك دم الأبرياء. تلك هي رسالة الأزهر الشريف للعالم، والتي أكد عليها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب خلال كلمته في ختام اللقاء الدولي الأول للشباب المسيحي والمسلم. كلمة تضمنت العديد من المعاني التي تهدف إلى ترسيخ مبادئ الأخوة والإنسانية ومحاربة الأفكار الهدامة. ويبرأ الإسلام في نشر العقائد بقوة السلاح أو الإكراه أو الضغوط أيا كان نوعها، حتى لو كانت ضغوطا في شكل إغراء بالمال أو الجاه أو شراء القلوب والعقول، لأنه كما يقرر القرآن لا إكراه في الدين، وأيضا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فضيلة الإمام الأكبر أكد أيضا على ثقته غير المحدودة في الشباب المسلم والمسيحي في أن يكونوا سفراء سلام ورحمة وتعاون بين الشعوب وفي العالم أجمع. فعليكم أن تحاربوا الأفكار الهدامة الداعية للصراع والعنف والكراهية، وثقتي غير محدودة في شبابكم وحماسكم الوثاب ووعيكم المتألق أن تكونوا سفراء سلام ورحمة وتعاون بين الشعوب، وأن تكون قضيتكم الأولى هي كيف تصنعون عالما جديدا خاليا من الدماء والفقر والمرض والجهل. المشاركون في الملتقى أكدوا على أهمية المناقشات التي عقدت على مدار اليومين حول قيم المواطنة والتعايش المشترك ودور المؤسسات الدينية في بناء السلام، إضافة إلى آليات مشاركة الشباب في العدالة الاجتماعية وبناء السلام. الملتقى في غاية الأهمية، لأنه يضع مسائل الحوار وأهداف الحوار ومنطلقات الحوار على مائدة الشباب، شباب العالم وليس الشيوخ أو الأساتذة الكبار. الملتقى من الأهمية بمكان، لأنه الملتقى الأول الشبابي مع مجلس الكنائس العالمي لإبراز حقيقة مفادها أن الأزهر الشريف يتواجه لجميع كنائس وجميع مؤسسات الدينية في العالم. نشارك اليوم في هذا الملتقى، ومن أهم ما حدث أننا كشباب مسيحي ومسلم اجتمعنا خلال الجلسات وأعلننا إدانتنا للعنف وأي خلافات تبعدنا عن بعضنا البعض.
لقاء دولي هادف جمع بين 40 شابا وفتاة يمثلون 15 جنسية مختلفة من أوروبا ودول الشرق الأوسط لمناقشة قضية السلام العالمي والتعايش المشترك بين الشرق والغرب. من مقر مشيخة الأزهر الشريف على منتصر النيل. زي ما تابعنا وشوفنا في التقرير، شباب تحت سن 30 سنة من 15 دولة مختلفة، 15 ثقافة مختلفة، ديانات مختلفة، عقائد وتقاليد مختلفة. كل ده مهم جدا أنه يكون في لقاء حضاري فكري أيديولوجي. وزي ما سمعنا من الدكتور الطيب أنه هم كلهم عشان يكونوا سفراء لبلدهم وسفراء للإنسانية ولعالم خالي من الدماء والفقر والإرهاب. خلينا نبدأ حوارنا مع دكتور ثروة قادة، زي ما قلنا رئيس مجلس الحوار والعلاقات المسكونية. نعم. ودكتور اسمح لنا في البداية يمكن حد يسمع العلاقات المسكونية دي يقف عندها شوية. العلاقات المسكونية جاية من كلمة المسكونة. المسكونة يعني العالم كله والساكنين في هذا العالم. دول احنا نقول مسكونة يبقى العالم، واللي ساكنين هم في المسكونة. فبناء عليه اسم هذا المجلس في الواقع في الدرجة الأولى للحوارات، ليس فقط حوارات مسيحية إسلامية لكن حوارات مسيحية مسيحية وحوارات دولية. فبناء عليه يتفق تماما مع فكرة مجلس الكنائس العالمي. ويمكن نوضح يعني ايه مجلس الكنائس العالمي، لان بالزبط. بعض الناس بيسمعوا عالمي يعني في العالم كله. مقر مجلس الكنائس العالمي هو جينيف. تمام. يمكن عشان كده هيقام السنة الجاية الملتقى فيه ان شاء الله في جنيف، لانه يبقى كده تمام. فبناء عليه مشتركين في هذا المجلس جميع كنائس العالم. تمام. يعني الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وكل الكنائس الأرثوذكسية مشتركين فيها، والكنائس البروتستانتية كلها في العالم كله. تأسس هذا المجلس سنة 1948، ومصر دخلت في هذا المجلس سواء من الكنائس الأرثوذكسية أو الكنائس البروتستانتية سنة 1954. يعني معناه احنا من اوائل الناس اللي دخلوا في هذا المجلس. والمجلس ده بيهتم فعلا بالعلاقات الدولية وبالعلاقات العالم. الجزء الثاني ليه الازهر؟ اما انا كنت عايز اسال يعني حضرتك شفت الملتقى ازاي يعني بين الازهر الشريف كمنارة للاسلام في العالم. نعم. كله، ليس فقط في العالم الاسلامي، وزي ما حضرتك بتقول مجلس الكنائس العالمي، يعني لقاء قمة بين يعني القمم الدينية يعني في العالم كله. نعم، لأن الأزهر الشريف هو ممثل للإسلام الوسطي في العالم كله، ويعني اختيار موفق أن فضيلة الإمام الأكبر الشيخ الطيب أنه هو فعلا قبل هذا الوضع في هذه الظروف التي تحيط بنا. فإذا شفنا مجلس كنائس العالم بيمثل فعلا كنائس العالم، حتى الكاثوليك أوبزيرفا يعني هم مش أعضاء في المجلس، لأن الكاثوليك لهم الفاتيكان. يعني اختيار موفق جدا. وأنا شايف، أنا شخصيا ما كانش ليا حظ أن أكون موجود معهم، لكن كنت دائما أتابعه لأنه يهتم أكثر بالشباب زي ما حضرتك قلتي اللي تحت سن الثلاثين. ده اختيار كمان موفق جدا، سواء الشباب المسيحي من كل المذاهب طبعا أو الشباب المسلم برضو بالنسبة لينا هنا في مصر الذين يتبعون الإسلام الوسطي. فبناء عليه أنا شايف أن البارتنرشيب هنا أو الشراكة صحيحة، لأن من الناحية نقول الغربية أو من الناحية المسيحية كمان مجلس الكنائس العالمي، ومن الناحية أيضا الإسلامية والشرقية الأزهر. والاختيار مصر نبدأ به موفق جدا، لأن لو تم الأمان والطمأنينة في الشرق الأوسط
بقيادة مصر، لأن مصر هي المركز الرئيسي، يبقى هتكون أوروبا آمنة، لأن هم دول جيراننا. يعني مش ممكن تكون مصر فيها أي خلل زي ما احنا شايفين حوالين مصر. عشان كده مهم جدا جدا يكون هذا اللقاء، أو كان اللقاء الأول في مصر. دكتور قادس، لو قلنا أنه بنتكلم عن حوار الشباب والحوار الأيديولوجي للشباب، إزاي الحرب الحالية هي حرب أيديولوجية، يعني مش بس حرب بالأسلحة، لأنه داعش وما تسمي نفسها هذه الجماعات الإرهابية المتطرفة داعش وغيرها بتستقطب الشباب فكريا وأيديولوجيا. إزاي من هنا إحنا ممكن الملتقى ده بتكراره أو ملتقيات أخرى مماثلة تكون حماية للشباب من الاستقطاب الفكري والأيديولوجي ده من خلال التقاء الديانات ومعتقداتها كلها مع بعض؟ الحوار نفسه هو الوسيلة الثقافية العظيمة، لأن حوار الثقافات أو حوار الأديان، كلمة حوار بتجديها في كل الاتجاهات، يعني سواء حوار سياسي أو ثقافي أو ديني أو مهما كان هذا الحوار. فالحوار معناه أن في طرفين مش طرف واحد، لأن لازم يكون الحوار موجود بين طرفين. والاختيار أن الشباب اللي تحت سن 30، لأن دول السهولة جدا التأثير عليهم، ولا سيما في الظروف الحالية اللي بيمر بيها الشباب. البطالة مثلا، إزاي تحارب البطالة؟ بأنك أنت عشان تشغل، يبقى لازم يكون في حوار عشان تسمعي إيه المشاكل بتاعة الشباب. في نفس الوقت التأثير الديني، يعني احنا مثلا يمكن بيتقالنا ان اوروبا يعني اوروبا دي دول علمانيه وما بيهتموش بالدين. ده غلط. في اوروبا بيهتموا ايضا بالدين، بس بفكر علماني. يعني مش علماني يعني كفر وبعاد عن الدين، لا دي الافكار الملحده الراديكاليه هي اللي بتقول الكلام ده. يعني عشان كده لازم نفهم ان اللقاء بين الشباب المصري والشباب العالمي وخاصة الأوروبي، الحقيقة احنا ككنيسة إنجليزية مشيخية بنعمل هذا الحوار من 35 سنة. طبعا زي ما حضرتك عارفة مع ألمانيا أكتر حاجة. طبعا. وفعلا الشباب مرة يروح ألمانيا ومرة يجي مصر. بيرجعوا وتقابلوا عدة مرات، دايما لقائهم كان بيكون مع وزير الأوقاف، مع فضيلة الإمام الأكبر، وكان دايما بيعطيهم الوصية دي أن يهتموا بدخولهم الكنائس كما يهتم الشباب المسلم بالدخول المسجد. عشان كده الدولة هنا مهتمية بحاجة مهمة جدا جدا، هو الخطاب الديني. هو الحقيقة تجديد، مش الخطاب الديني، تجديد الفكر الديني. لأن تجديد الفكر ده مهم جدا جدا. وعشان كده احنا عندنا ألمانيا، طبعا أنا أتكلم على ألمانيا. طبعا. هنحتفل إن شاء الله السنة القادمة زي ما حضرتك عارفة 2017 بمرور 500 سنة على الإصلاح اللوثري. وده مهم جدا. ليه؟ ده هو تجديد الفكر، وبناء عليه نستفيد في سنة 2017. أتمنى أن يكون لقاءات كثيرة جدا بيننا هنا في مصر وبين أوروبا أكتر، وألمانيا طبعا مرحبا بيكم، أن احنا نقدر نعمل تبادل الثقافي ده والتبادل الديني في الفكر وتجديد الفكر. عشان كده أنا شايف أن فضيلة الإمام الأكبر، يعني ربنا يخليه لينا، وهو حبيبي جدا فعلا، أن راجل في فكره إسلامي اللي بنسميه الإسلام الوسطي المعتدل الحقيقي، واللي بيعبر عن الإسلام. عشان كده الفكر في أوروبا الناس ملخبطة. طبعا. يعني يقولوا لي، بيسألوني يعني إيه الداعش، يعني إيه الإسلام السياسي، بقول لهم ما فيش حاجة اسمها إسلام سياسي وده. في حاجة اسمها إسلام العقيدة والإيمان، وفي زي عندنا العقيدة المسيحية والإيمان المسيحي. بناء عليه أنا دايما أقول المسيحيون والمسلمون معا. ليه؟ لأن احنا نعيش معا، نفكر معا، ونعمل معا. طبعا بالزبط. يعني إنسانيا احنا كلنا بنعيش بشر مع بعض باختلاف يعني بغض النظر عن الديانات. في السياق اللي حضرتك بتتكلم فيه، وهو أنه
بنكون متلخبطين، وخاصة في الدول الأوروبية، مش بس الأوروبيين إذا كانوا الألمان أو بجميع الجنسيات، وكمان أحيانا بيكونوا العرب أو المصريين اللي بيكونوا مغتربين ومهاجرين من سنين طويلة. فمن هنا حاب أسأل حضرتك، شفت إزاي يعني خطاب الحضاري الإنساني العالمي لفضيلة الإمام الأكبر دكتور الطيب من البوندستاغ ولقائه فيما بعد ببابا الفاتيكان؟ الحقيقة فضيلة الإمام الأكبر جاء إلى برلين أو إلى ألمانيا أو إلى منطقة مناطق مختلفة في أوروبا، لكن في ألمانيا بالذات كان خطابه له تأثير كبير جدا على المجتمع الألماني. أكيد حضرتك طبعا عشت الأفضل وردة الفعل طبعا، وتابعته في التلفزيون وتناقشت في هذه المواضيع، لدرجة بعض الألمان قالوا إيه ده ما نعرفش إحنا الإسلام ده، إحنا بنسمع بس. وطبعا زي ما حضرتك عارفة إحنا عندنا في ألمانيا دلوقتي حوالي مليون لاجئ. مليون لاجئ بالضبط، سوريا مليون لاجئ سوري من سوريا ومن العراق ومن أفغانستان إلى جانب 4 مليون تركي مسلم. ده غير 4 مليون مسلم تركي. يعني فيهم 3 مليون ونص تركي، فيهم نص مليون من العرب وخلافه. لكن احنا ما كناش بنشعر بالمشاكل دي. يعني أنا ليا في ألمانيا حوالي 50 سنة، يعني 49 سنة، وشفت إزاي احنا نعيش معنا كمسيحيين ومسلمين في ألمانيا. لكن إيه مشكلة الاندماج بقت أكبر طبعا. المسلمين ما فيش حاجة اسمها مسلم ومسيح طبعًا. إحنا كمصريين نقول مصريين بالزبط. وإحنا برضو حتى اللي خدوا بيشدد عليها دايما الرئيس السيسي بالزبط. بيقول مصري ومسلمين ومسيحيين بالزبط. مواطنون مصريون بالظبط، وانه رئيس لكل المصريين. ودي النقطه دي انا بشيد بيها جدا طبعا لفخامه الرئيس في الفكر بتاعه، ولكن في نفس الوقت بشيد بيها ان احنا كمصريين احنا بنقول اقباط ومسلمين غلط. نحن مصريون، كلمه قبط يعني مصري، يعني كلنا اقباط سواء مسلمين او مسيحيين. فبناء عليه حتى في موضوع ده مهم جدا لازم ناخد لبالنا منه، ان اوروبا دلوقتي منتظرة هنعمل ايه دلوقتي في قانون بناء الكنائس. بقول لهم يا جماعة اسمعوا، استنوا شوفوا، يعني بناء دور العبادة ماشي، بناء الكنائس، لكن طبعا دي مهمة جدا في علاقاتنا الدولية، ان احنا نظهر اذا كنا بنتكلم عن حرية الانسان وحرية العقيدة وحرية العبادة، لان في الواقع الدين هو عبادة حقيقية، صلة الانسان بالله او صلة الانسان بربه طبعا. فبناء عليه ده موضوع، كلها دي مواضيع مهمة جدا طبعا. وانا اتمنى يعني ان هذه اللقاءات ان شاء الله اتمنى ان اللقاء القادم يكون في جنيف او في اوروبا على اي حال، ويبقى في تواصل بعد كده، لكن يكون الحجر الأساسي لهذا الملتقى واللقاء هو فعلا الأزهر والكنيسة معا. دكتور كادس، التحديات اللي بتواجهها مش بس الدول العربية أو الأمم الإسلامية، لا، التحديات اللي بيواجهها العالم كله، وإحنا شايفين أن الإرهاب ملوش حدود الحقيقة، وشايفين كل الدول بتعاني، وأخيرا كمان ألمانيا ووصل لسويسرا في كل مكان في العالم الحقيقة. فكل التحديات دي وإحنا بنتكلم عن أنه في ما زالوا يعني بيصروا على إشعال الفتنة دايما بين الأديان المختلفة، وبنلاقي أنه أحيانا أقباط المهجر ومشاكل ومن يثير خلفهم هذه المشكلات. واحنا بنتكلم هنا بنهتم باننا لا، قانون العباده وبناء دور العباده وبناء الكنائس وما الى ذلك، ومن هنا فاهتمام مصر بهذا الجانب، وان ده مش موجود عندنا اساسا في البدايه. ازاي فعلا الملتقى ده ايضا ممكن يبقى من هنا وقت لكل الافكار المتطرفه دي اللي بعيده عن مصر تماما؟ مصر طول عمرها من بدايه تاريخها المصريين جنب لجنب، جرجس جنب مينا جنب حنا، كلنا مع بعض، حاربنا مع بعض وعشنا مع بعض ولحد دلوقتي. ده حقيقي، التحديات دي موجودة من زمان وهتستمر،
لأن حضرتك القاعدة هي الخير والشر. الخير والشر دايما الشر يحاول يبقى التحدي ضد الخير. يعني لاحظ كده لو احنا قعدنا مع بعض وبسلام ومحبة وبناكل وبنشرب تبص تلاقي ايه الشر عايز يدخل. يعني حتى كلمة الشيطان الشيطان دي الأصل بتاعها وفي اللغة الألمانية وانا عارف انك انت تعرف ألماني كويس بيسموها ايه الساتان معناها اللي هو دوشايناندر مخا يعني بيثير الفوضى يلخبط الناس لو احنا قاعدين وكويسين ومحبة زي كده يحاول الشيطان يجي بأي طريقة فبناء عليه بس في ناس بقت كتيرة بتاخد الدور ده بتلعب الدور ده دكتور خالد ويا إما في الأسرة تلاقيه بالظبط يا إما في العمل يا إما أيضا في السياسة يا إما في العلاقات الدولية فانت هتبص تلاقي في ناس كتيرة جدا بيحاولوا ضد هذا العمل لأن ده عمل خيري فبناء عليه احنا لا نفشل يعني الله يعطينا روح القوة والنصح والإرشاد بأننا نتغلب على الشر وعشان كده أنا حاسس تماما أن هذا الموضوع مهم جدا جدا بالنسبة لنا أن يستمر في كل الأمور اللي بتمر بينا إن شاء الله وزي ما طالب شيخ الأزهر الدكتور طيب أنه كان بيطالب في البداية أنه يقام كل 6 أشهر هذا الملتقى ولكن طلب الجانب المسيحي أنه يقام كل عام والسنة الجاية في جنيف وزي ما حضرتك يعني أشدت أنه يقام في جنيف السنة الجاية إن شاء الله لا إن شاء الله احنا نحاول برضو أنه يكون كل 6 شهور نحاول نتكلم مع المجلس الكنائس العالمي أن مرة في السنة ده قليل لكن احنا على عقيدنا بالمجلس كنائس عالمي علاقة قوية ودائمة يعني بنتمنى إن شاء الله وهنتابع مجهود حضرتك في هذا الإطار وأنا عارفة أن مجهود حضرتك يعني مشكور جدا في هذا الإطار دايما مع يعني مع الحوار حوار الأديان المسلمين والمسيحيين في ألمانيا وفي مصر وفي الدول الأوروبية بشكل عام دكتور ثروت قادس رئيس مجلس الحوار والعلاقات المسكونية بشكر حضرتك جدا بتمنى لحضرتك يوم سعيد أنا بشكر حضرتك جدا نشكر حضراتكم مشاهدينا ودلوقتي نروح لمحطة أخرى محطة أخبارنا رياضية والملاعب الكرة في الملاعب والكرة دلوقتي مع حسام عصا صباح الخير حسام